يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل لحم سمك القرش؟ وهل كل ما في البحر له حكم واحد؟ هو الظاهر، وإلا يكون صيد البحر هذا عام، وكل ما يعيش في البحر، كل ما يعيش في البحر فهو حلال، إلا لكم صيد البحر وطعامه، طعامه ما مات فيه من الحيتان والحيوانات، فعموم الله يقتضي أن كل ما لا يعيش إلا في البحر أنه حلال.